ومن شر غاسق إذا وقب، أي وأستعيذ بك يا الله من شر ما يكون في الليل. فالغاسق إذا وقب هو الليل إذا أقبل ودخل، ومن شأن الليل إذا اشتد ظلامه أن يكون مخيفا مرعبا، لأن الإنسان لا يتبين ما استتر تحته من أعداء. فأمر الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة من شر ما يكون في الليل، لأن الليل إذا انتشر وأقبل ودخل انتشر فيه كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل قاطع طريق، وتنتشر فيه الشياطين، فهو محل لانتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. فلا عاصم للعبد ولا دافع له من كل هذا إلا بالاعتصام بالله وحده سبحانه وتعالى.